ديجي كلوب موبايل وورد كونغرس سبيشال اديشن سبونسورد باي هواوي او سيرفيس دو لا تونيزي ديبوي 1999 توب نت فيري ديجيتال بيبل. وحلقة اليوم أنتجت بفضل باك ديكسيس إنجينيكو جروب أند دوفر كوربوريشن كونتري بارتنر وتونيزيا ستارت أبس. احنا طبعا موجودين في الباديون تاع هواوي ومعنا سي محمد بن عمر لو سكرتير جينيرال دو لايكتور. عسلامة سي محمد. عسلامة و سي توجور ان بليزير دو سو روتروفي ici ensemble dans une aussi bonne ambiance international et avec plein d'amis. Alors, تفكرنا شنو تعمل لايكتو؟ لايكتو هي المنظمة العربية تموجه المعلومات والاتصال، هي الذراع التنفيذي لجميع الدول العربية في كل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصال والمجال الرقمي بصفة عامة. نحن الأعضاء متاعنا هم الحكومات العربية وخاصة الوزارات التي تعنى بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. والعمل بتاعنا هو كيفية تطوير هذا المجال الرقمي في المنطقة العربية وتنسيق المواقف من أجل يعني دعم وتطوير هذا القطاع في المنطقة العربية. très bien. Alors, on a vu que في تونس il y a eu plusieurs événements organisés par Lighto en partenariat avec Huawei et d'autres acteurs du secteur. كنت فكرنا شنو عملتوا بالضبط؟ هو نحن باش نكونوا واضحين، العمل نتاعنا مركز المدة الأخرى على مسألة الثقة الرقمية. الثقة الرقمية اليوم قاعدين نتوجهوا فيبني بشوية بشوية نحو هذا العالم السيبرني، واللي أكثر الأنشطة بتولي في العالم السيبراني هذا، ولكن هنالك نوع من التردد من العزوف هو في العالم أجمع وخاصة في المنطقة العربية، والعوامل اللي هي توصلنا للوضعية هذه هو أنه مثلاً منسوب الثقة في المجال الرقمي، بالتالي نحن قلنا نعمله باش أولاً نركزوا الآليات اللي تكبر من المنسوب متاع الثقة الرقمية لدى المواطن العربي لدى المؤسسات العربية، وهذاك علاش قاعدين مركزين برشا في هالمجال هذا المدة الأخرى. وكما تعرفوا احنا نظمنا العديد من التظاهرات اللي هي تندرج في إطار مشاريع، المشاريع هذه تتعلق بالاستراتيجية العربية الأمن السبراني، تتعلق بإدارة الشبكة العربية للثقة الرقمية والمصادقة الإلكترونية، وأيضا في مجالات تتعلق بتوظيف التكنولوجيا لتطوير هذا المجال الرقمي في المنطقة العربية. خميا جوستومون سي محمد، آخر إيفينمون حضرت عليه أنا سيتي لو فوروم سور لا سيبر سيكوريتي، ونحب نسألك شنو النكست ستيب بعد الاستراتيجية العربية سور لا سيبر سيكوريتي؟ هو نحن بدينا نشتغلوا عنا سنتين توا في إطار إعداد الاستراتيجية العربية الأمن السبراني. المرحلة الأولى كان في عمل خبراء، عملنا الرؤية الاستراتيجية العربية الأمن السبراني، نحن كمنطقة شنو نستناو من الأمن السبراني، كيفاش نشوفوه، شنو هو الأهداف متاعنا من خلاله، وتم توظيف هذا في إطار وثيقة اسمها الرؤية الاستراتيجية للأمن السبراني. بعد ذلك تعدينا إلى وضع الاستراتيجية للأمن السبراني، هذا الكل في مستوى الخبراء، وتم إطلاق الاستراتيجية في نسختها الأخيرة عام ناول كانت تفكروا في نوفمبر في تونس. توا تعدينا إلى مسألة اعتماد الدول هذه للاستراتيجية للأمن السبراني، وسنا ثم برنامج تعديد الاجتماعات لفريق العربي للانترنت اللي هو باش يكونوا الممثلين متاع البلدان العربية وباش ينظروا في الاستراتيجية هذه باش تبنيها كل الدول العربية. الاستراتيجية هذه ماشي في حد ذاتها وثيقة باش نعملوها وكاو، ولكن وراها برامج لتطوير مجال الأمن السبراني في المنطقة العربية. كل دولة عندها العديد من المسائل سواء كانت إجرائية ولا قانونية ولا هيكلية لازمها تقوم بها باش نقولوا أمننا من ناحية السيبرنية المسألة الأمنية، وبالتالي في الاستراتيجية هذه وقت يتم اعتمادها بعد سلسلة من الاجتماعات هذه باش نتعداو إلى تنفيذها، والتنفيذ باش يكون بطبيعة الحال على مستوى كل دولة، كل دولة حسب مدى التطور متاعها في مجال حماية الأمن السبراني متاعها عندها العديد من الإجراءات يجب تقوم بها، وهذا هو اللي قاعدين نقوموا به. إذن نحن باش نعتمدوا استراتيجية على مستوى البلدان السنة في آخر العام، وإن شاء الله هنالك
القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية باش تصير في نوفمبر 2023 في نواكشوط في موريتانيا. الرؤساء العرب باش يعتمدوا من بين الوثائق الاستراتيجية العربية للأمن السبراني، ومن هذاك الوقت باش نبداو في التنفيذ نتاع الاستراتيجية دي على مستوى كل دولة حسب التقدم نتاعها. هل فما نوع نتاع باروميتر سي محمد باش تتبعوا به كل دولة معناها مدى التقدم نتاعها في الابليكاسيون دو سيت استراتيجي اون فونكسيون دي زوبجيكتيف اللي تحطوا ديجا؟ بالطبيعة نحن قلنا باش دولة تكون عندها معناها حماية كافية للأمن السبراني نتاعها، ثم مجموعة من الخطوات لازم تقوم بها. لازمها مثلا تكون عندها هيئة تعنى بالمسألة الأمن السبراني، والهيئة هذه لازمها تكون معناها تشرف على جميع الهياكل سواء كانت من القطاع العام ولا من القطاع الخاص. هذا موجود في بعض البلدان، ونحن نجم نذكره اللي ثم نجاحات كبيرة في المنطقة العربية، السعودية في معناها الكلاسي ثانية في العالم أجمع، إمارات أظن خمسة، قطر وتونس مش بعيدة في معنى عندها مرتبة بها، ولكن البلدان هذوما ما يجموش يكونوا شجرة اللي تحجب الغابة عن العديد من البلدان اللي مازالت متأخرة كل. ومسألة الأمن السبراني وقلي نشوفها من ناحية المنطقة، يكفي أنه بلاد يكون فيها إشكال وتكون هذيك نقطة ضعف اللي باش المنطقة الكل يكون فيها مشاكل بتاع أمن السبراني. وانت تعرف اليوم العديد من المجموعات الإرهابية تستعمل الأدوات الرقمية، وهذاك باش يعاونها باش تخلق لنا مشاكل في المنطقة. وذاك علاش نحن نأكدوا باش كل البلدان دون استثناء، ونحن موجودين باش نشدوا بيدين البلدان اللي متأخرة نوعا ما باش توصل على مستوى معين اللي نحن حطيناه على مستوى استراتيجية، وطور دورنا باش نعاون البلدان هذه باش توصل في المستوى هذا. قبيلة حكينا في الأوف على دوتر بروجي قاعدة تقدم عليهم لايكتو ايفونتويلمون الفوروم عربو شينوا كان صدقني ربي فوالا جوستومون. دونك كان تقول لنا ليفينمون هذايا عشنو يفا بورتي بالضبط سي محمد؟ هو هذايا المشروع يندرج في إطار منتدى التعاون العربي الصيني واللي هو فبني معناها بإشراف جميع الدول العربية بالنسبة للمنطقة العربية وجمهورية الصين من معناها كممثل لجمهورية الصين. المنتدى التعاون هذا تحته العديد من المنتديات حسب الاختصاص، وهنالك منتدى خاص بالتعاون في مجال الأقمار الصناعية. نحن نعرف في وقت سابق كان هنالك نظام واحد شامل للعالم كله هو نظام جي بي اس، وكل الاستعمالات اللي نعرفوها واللي هي متعدده تدخل في مجال النقل، في مجال الاقتصاد، في مجال يعني كل المجالات، وخاصه اليوم التطبيقات اللي موجوده واللي الناس كل تتعامل بها مبنيه على نظام متابعه التنقل. النظام هذا كان قبل ياخذ المعلومه الا من نظام جي بي اس. اليوم ثم نظام ثاني صيني اللي هو نظام بايدو، واللي هو في الاطار هذا قاعدين نعملوا اولا للتعريف بالنظام هذا، هذه مصلحه الجانب الصيني. نحن مصلحتنا ان ما نكونوش مربوطين بنظام واحد على خاطر ما نعرفوش على الدنيا كيفاش، ما نعرفوش على المشاكل وقتاش تطلع، وبالتالي يكون عندنا دائما حلول اضافيه باش في صوره ما النظام هذا ما لقيناش مصلحتنا كمنطقه عربيه اليوم ثم نظام اخر. والمطلوب اليوم ان ننوعوا في استعمالاتنا ونستعملوا الاثنين حسب حاجيات وحسب مصالح المنطقه العربيه. المنتدى هذا باش يصير في جمهوريه مصر العربيه في اخر شهر 7 اول شهر 8 شهر اوت، وباش يتم دعوته كل الحكومات والاطراف المعنيه في المنطقه العربيه والمنطقه الصينيه، والمجال مفتوح ايضا لكل الشركاء باش يشاركوا في المنتدى هذا. ميرسي بوكو سي محمد. يعجبك سايتي ان بليزير. دي جي كلوب موبايل وورد كونغرس سبيشال اديشن سبونسرد باي Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. Topnet, very digital people. وحلقة اليوم أنتجت بفضل باك تكسيس، إنجينيكو جروب and Dover Corporation Country Partner و Tunisia Startups.